خلاص عليه ان شاء الله وصل اصلا. كارلا avec un C pas un K. ميرسي على المعلومة. شيء؟ بفتكر انك ناطرني انا كارلا. لا ما بعتقد لانه اللي ناطرها لحالها. ما بتخيل انت كارلا اللي انا ناطرها. انا كارلا بنت لفؤاد سعد ناطرني لالي بغزا. فاذا انت كارلا اللي ناطرها. انا مالك. مالك بسمع عنك كثير مامان تيانا وابني فوفي. تشرفنا. ما قال لي البابا انك تجوزتي. وين السيارة؟ برا؟ تفضلوا. يا لبين يا بلد الام مش هيك بلا بس خليني اجيب السياره ضروري لا نمشي يلا 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 باقي من هون خش واو شو حلو هون رح نقعد نحن هذا الأوتيل للأستاذ فؤاد يعني إلي كثير حلو لازم نمشي على المستشفى لأن بعد شوي بيوقفوا السيارات داكور ماما هدي فوفي نحن رح نروح وما رح نتأخر داكور لحظة بس مدام تيانا هذا الكارت عليه رقم الأوتيل ورقمي هذا هون تحت شو بتعوزي أنا بالخدمة ميرسي بالإذن يلا عن جد كثير حلو بونسوار كارلا خليني اعرفك عم تجاهدها وعم جهاد الماما رجاء واكيد اختي نورا كارلا اهلا حبيبتي الحمد لله على السلامة الحمد لله على سلامتك مالك فينا نشوف بابا؟ خليني ذلك لا في عذر منك طلب تفضلي شوفي هول البيبليسيتي اللي بيعملوها عن لبنان هيك انه هيك محل عالي وبتطلع لتحت بتشوف قدوريا وبحر وكثير حلو بتعرف شي محل هيك ولا ايه بعرف سيدة لبنان بحريسة بعيد من هون ولا قريب؟ حريص هلا مش كثير بعيد من هون فينا نطلع هلا هلا نطلع هلا كثير 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 بحب البحر انا بحب شوف البحر كثير هيدا هو حلو ما هيك؟ شو حلو كثير حلو كوينز بدي كوينز بليز كوينز شنو؟ حظك حلو اذا معي كوينز عن جد محل كثير حلو هيك هيك هيدا اللي كنت عم اقول لك عنه شو رايك معك؟ لو طلبت شيء هم كوا واو C'est magnifique! كارلا البابا كانوا طاروا عليته بس عرف انه عندك ولد. بدي اشوفه بسرعة. مالك؟ مالك هيدا الشيء المضوى تحت هيدا كثير؟ هيدا شو اسمه شو؟ كنت عم بقول لك انه البابا سمعت شو كنت عم تقول. سمعت بس مالك ما بتصور انه طلعنا ساعة من سوق لنوصل لهون وانا انبسط بهذا المشهد اللي انا بحلم اني اشوفه لانت تكون هيك فلك كل الطريق عم بت
بليز ما بقى تكون الكونشانس تبعي بالضمير تبعي ما بقى تكون ضميري. ماشي مالك؟ نعم. جي ديزولي بس الصبي ما فيه ينزل على المستشفى ما بيسوى من جد. بس البابا بده يشوفه، البابا حالته كتير خطرة، حتى كان مصر يفل من المستشفى حتى بس يشوف الصبي. ليش انت عم توصلنا على الاوتيل؟ ليش ما في شوفير بينصلني على الاوتيل؟ بابا طلب منك مشان هيك ما هيك؟ لا 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 ابدا لا لا كارلا، هيدا خط لبناني، خلي معك حطي بتليفونك، وبقلبه في رقم الاوتيل ورقم السويت، في ورقه جوا اكيد بدك تلفني تطمني على ابنك. مالك فيك ما بقى تقلي شو لازم اعمل وشو ما بدي اعمل وشو بدي اعمل؟ فيك تسمح لي؟ سيل تو بلي ميرسي. واو شو حلو، واو بعدني شخصيتي اني اعرف هيدا الشيء شو المضوى هونيك خلصوا.